استنفار إسرائيلي في مطار بن غوريون وليس بسبب إنذارات بتفجير انتحاري، إنما لمواجهة نشطاء سلام من المفروض أن يصلوا إلى إسرائيل من بلدان شتى في العالم في طريقهم للتضامن مع الشعب الفلسطيني في إطار نشاطات أهلا بكم في فلسطين التي تنظم من بيت لحم. بشكل أساسي هدف الحملة هو أن نقول إحنا جايين على فلسطين، احنا جايين انه من بلاد مختلفة وإلنا الحق ان ندخل على فلسطين، وليس من حق اسرائيل ولا غيرها ان تمنعنا ان نزور اصدقائنا الفلسطينيين ونتضامن معهم ونكون معهم ونشاركهم في حياتهم اليومية. أكثر من 650 شرطيا إسرائيليا انتشروا في مطار بن غوريون وفي محيطه في محاولة لاحتواء أي نشاط قد يحرج إسرائيل، وتم اعتقال من استطاع الوصول من هؤلاء النشطاء وإعادة غالبيتهم من حيث أتوا. السلطات الإسرائيلية زودت كل ناشط برسالة تهكمية تدعوه فيها لزيارة سوريا وإيران وغزة والوقوف هناك على وضع حقوق الإنسان. حسب معلوماتنا سيقدمون إلى إسرائيل ما يقارب 150 أو 200 ناشط، نتمنى أن أغلبهم سيكونوا هادئين وسيأتوا إلى إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية فقط من أجل التضامن والتظاهر من أجل الشعب الفلسطيني. من يخرق القانون الإسرائيلي أو من يخالف القانون أو من يحرق لا سمح الله العالم الإسرائيلي نحن سنأخذ الخطوات اللازمة ضده. الجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم بأسماء النشطاء وزودت شركات الطيران بالأسماء التي لن تسمح بدخولها إلى إسرائيل، حيث تم إلغاء حجوزاتهم في الدول التي حجزوا بها تذاكرهم، مما أثار استياء المنظمين الذين رأوا أن شركات الطيران رضخت لمطالب إسرائيل غير العادلة، خاصة وأن هؤلاء النشطاء في طريقهم إلى الأراضي الفلسطينية وهم دعاة السلام. الإجراءات الإسرائيلية المشددة تثير استغراب الإسرائيليين أنفسهم، ويتساءل البعض أي خطر يمكن أن يشكله هؤلاء النشطاء على أمن دولة إسرائيل والتي تعتبر نفسها أقوى دولة في الشرق الأوسط. من القدس مجد الحلبي MTV.